من مزامير أبينا داود النبي: الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة، عجيب هو الله في قدسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه. هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير: فانطلق يسوع مع تلاميذه إلى عبر البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن، وجمع كثير من صور وصيدا، وسمعوا بما صنع فأتوا إليه. فقال لتلاميذه: أن تلازمه سفينة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد أبرأ كثيرين، حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. والأرواح النجسة حينما نظرته خرت قدامه وصرخت قائلة: إنك أنت هو ابن الله. وانتهرهم كثيرا كي لا يظهروه. ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم، فذهبوا إليه، فانتخب 12 وسماهم رسلا ليمكثوا معه وليرسلهم ليكرزوا، ولكي يكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخا يعقوب، وسماهما بوانرجس الذي تفسيره ابن الرعد، واندراوس وفيلبس وبرثولوماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفة وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. ثم دخلوا في بيت، فاجتمع أيضا جمع كثير حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز. ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه، لأنهم كانوا يقولون أنه مختل، والمجد لله دائماً.